بسم الله الرحمن الرحيم. دولة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموقر، الأخوات والإخوة نواب المجلس المحترمين، بسم الله وبتوفيقه نبدأ أعمال الدور الخامس لهذا الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ برصيد ضخم من إنجازات كانت ثمرة لجهود وارثة من العطاء المتميز المستند إلى الفكر المستنير. وبسم الله نبدأ وقد جعلتم من خطب مصر ومصالح شعبها قبلتكم ومن الحكمة والرشاد أساسا لقراراتكم، وما كان ذلك ليتحقق لولا حكمة وحسن قيادة معالي السيد المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموقر وروح الأخوة والمشاركة التي تسود مجلسكم. وأجد لزاما علي أن أهنئكم على هذا الأداء المتميز وأن أنقل لكم تحيات واعتزاز دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسائر أعضاء الحكومة لما تحقق من حصاد إسهامكم في البنية التشريعية للبلاد التي استهدفت بناء دولة قوية، وهو ما يملأنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول وتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي أولاكم ثقته. وفي ممارستكم لدوركم الذي أناطه الدستور بكم كان التزامكم بروح المسؤولية والتحلي بالموضوعية عنوانا، وتقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنفيذية وحسن فهم الجوانب الإيجابية فيها منهجا، واستخلاص الدروس من خلال الدراسة العلمية للمشكلات وربط هذه المشكلات بأسبابها الحقيقية ووضع حلول واقعية لها طريقا وهدفا. إن نجاح مجلس الشيوخ في تطوير أدواته البرلمانية التي ابتدعت نظام الدراسات البرلمانية للموضوعات ذات الأهمية والخصوصية أمر يستحق الإشارة والإشادة. أذكر منها على سبيل المثال التعاونيات، القطن المصري، الشباب وسوق العمل غير الرسمي، والشباب والذكاء الاصطناعي. كما أن نجاح المجلس في تعميق دراسات قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات التنظيمية والتي تعتبر بحق الفريضة التشريعية الغائبة، والتي نبهت الحكومة إلى أهمية تبني بعض مشروعات القوانين مثل قوانين إنهاء المنازعات الضريبية وتنظيم صناديق الملكية الخاصة، أمر يستدعي أيضا الشكر والتشجيع. وإذا ذكرت الدبلوماسية البرلمانية فيجب أن يذكر أنها كانت دبلوماسية نشطة فاعلة نتج عنها آثار إيجابية عديدة، لا سيما آثار الاقتصادية منها، فساهمت في تكامل جهود مؤسسات الدولة الأخرى في توطيد ودعم أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة مع العديد من الدول الصديقة. وأيضا لم يكن لذلك كله أن يتحقق لولا تحمل مجلسكم الموقر لمسؤولياته وإيمانه العميق بأهمية إيجاد الحلول الواقعية للمشكلات، ولم يكن ذلك كله ليتحقق لولا تنوع خبرات أعضاء المجلس وتعدد خلفياتهم الأكاديمية والسياسية والعلمية. سيد الرئيس، الإخوة والأخوات، أعضاء المجلس الكرام، في الفترة المتبقية من عمر هذا الفصل التشريعي وما يطرح فيه من موضوعات هامة تستلزم منا جميعا حكومة وغرفتي برلمان تعاونا وثيقا ومشاركة متبادلة بالرأي السديد والفكر المستنير، خاصة في التشريعات التي تمثل استحقاقات دستورية أو تلك التي تصدر عن تكليفات رئاسية أو تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ برنامج الحكومة. والحكومة تثق تمام الثقة من أن مجلس الشيوخ رئاسة وأعضاء فيما يعرض عليهم من مسائل هم بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأن المجلس برئاسته الرصينة الوقورة
داعم للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أودعه الشعب أمانته، فأصبحت مصر بقيادته منارة للاستقرار ونموذجا للتنمية والتطوير والعمران. فما قصر عهده على ما دانت خطوفه وقصرت أيامه، بل كان يجنح دائما إلى المستدام من الحلول ويحرص على ما يمكث في الأرض وينفع الناس. دولة المستشار رئيس المجلس الموقر، ستجدونني بمشيئة الله تعالى كوزير للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزملائي من أعضاء الحكومة مرحبين دائما بالتواصل معكم من أجل تذليل أي عقبات تحول بينكم وبين ما ترنون إليه من إنجاز، ولن أدخر جهدا من أجل دعم لجان المجلس والعمل على تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات للقيام بدورها وفق اختصاصاتها. وسنجد معا الوسيلة المناسبة للتواصل المنتج وفق جدول زمني متفق عليه. الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الموقرين، طوبى لمن قطعوا العهد على أنفسهم أن يكونوا في خدمة قضايا أمتهم، واستعذبوا البذل بلا حدود والعطاء بلا قيود، وجعلوا من حب مصر ومصالح شعبها مستودع فكرهم ومن الحكمة والرشاد منارات لمسيرتهم. وفقكم الله وبارك سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا مع الوزير.